شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قضية الرابطة. ويمكن أن نقول إن نوعية هذه الرابطة هي مفتاح سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. الرابطة مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لها شعب مختلفة. وحديثنا في هذه الليلة يدور حول شعبة هذه الشعب، وهي عجل الله تعالى كثيرا ما كان في آبائنا في أجدادنا في الأولين، كانوا يدعون للإمام في كل حال، في كل قنوت كانوا يدعون، في كل صباح كانوا يدعون، في كل مساء كانوا يدعون، في حالات السجود للخالق المعبود كانوا يدعون. رابطة يومية وربما أعمق من الرابطة اليومية. ليالي الجمع، أيام الجمع،
أيام الخميس يعني مثل بكرة كانوا يدعون. نحن نتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع في محاور ثلاثة. المحور الأول: لماذا الدعاء للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟ هل الإمام محتاج إلى دعائنا؟ وما هي قيمة دعائنا لولي الله الأعظم؟ نجيب على ذلك بأربعة أجوبة على نحو الإجمال والاختصار. الجواب الأول: الدعاء للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه نوع من أنواع الشكر للمنعم، هل الله هو المنعم أو الإمام الحجة هو المنعم؟ الجواب: الله هو المنعم والإمام الحجة هو المنعم، ولكن هذا إنعام في طول آخر، إنعام الإمام في طول إنعام الله تعالى، وهذا في القرآن موجود. في القرآن الكريم الله تعالى يقول: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. فأيهما هو المنعم؟ الله هو المنعم والنبي صلى الله عليه وآله هو المنعم، ولا منافاة بينهما. فالدعاء للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه شكل من أشكال شكر المنعم. هنالك حديث لطيف للإمام السجاد صلوات الله عليه. الإمام السجاد يقول: وأما حق ذي المعروف عليك. هاي قضية مهمة، قضية الحقوق، وحقيقة رسالة الحقوق للإمام السجاد صلوات الله عليه تمثل وثيقة هامة الإمام السجاد سبق بها العالم، وتعتبر من مفاخرنا نحن الشيعة، كما أن كتاب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى مالك الأشتر يعتبر مفخرة من مفاخرنا نحن الشيعة. حتى حق الخادم موجود ضمن هذه الحقوق، حتى حق الدابة على ما ببالي موجود ضمن هذه الحقوق. من أنعم عليك وأما حق ذي المعروف عليك، أكو بعض الأفراد ينسون المعروف، وأكو بعض الأفراد واحد قبل 40 عام كانت له يد علي، بعد 40 عام يذكر ذلك المعروف. هذه حالة تعبر عن إنسانية الإنسان. يقولون السيد البروجردي رحمة الله عليه
رأى واحد من تلاميذه، فالتلميذ تواضع للسيد البروجردي وأخذ يذكر أن لكم حقا عظيما علي، أنا في يوم من الأيام كنت تلميذ من تلاميذكم. والسيد البروجردي يتغافل، يعني ما يجيب بوجهه. بعدين التلميذ قال: حقكم ألا تذكروا تتلمذي عليكم، لأنه تلميذ يجب أن يذكر أستاذ مثلكم، لكن أستاذ مثلكم له من أمثالي من التلاميذ كثيرون، فحق أنه ينسى. الظاهر ما كان ناسي، كان يتغافل. بعد 40 عام شفت أستاذ من أساتذتكم واحد يتواضع للأستاذ، مو أنه نسي، بالذات إذا واحد صارت عنده قدرة ومكنة بعد ينسى كل شيء. قال واحد: دخلت على أحد المقتدرين، صديقي كان في أيام سنوات مدة طويلة، فأصلا أظهر أنه لا يعرفني هالشكل عادي مثل فد إنسان شايفه بالشارع، فيقول أنا مضبيته. قلت لما تتذكر، وذكرته فاعتذر وتواضع وكذا. لا، واحد يبقى على ما كان مثل ما كان. وأما حق ذي المعروف عليك فأن تشكره شكر وتذكر معروفه، لعل المراد الذكر اللفظي أو الذكر الذهني، يعني يبقى في ذهنك أنه هذا له حق عليه. وتكسبه المقالة الحسنة، تمدحه، وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله، تدعو إليه. إحنا شقد أفراد لهم حقوق علينا، كل آبائنا إلى آدم وأمهاتنا إلى حواء لهم حقوق علينا، ما لهم حق علينا؟ لأن ذول وقعوا في طريق العلل الوجودية أو المعدات الوجودية لوجودنا، ندعو لهم إحنا المؤمنين منهم طبعا. واحد يقول: اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن وجب حقه علي، ويقصدهم جميعا دعاء. أكو بالأحاديث كل ليلة في الحديث، هذا في حاشية المفاتيح موجود: إذا أردت أن ترضي عنك جميع المؤمنين والمؤمنات قبل النوم 3 أدعية أكو في أبعاد مختلفة، واحد من هذه الأدعية لإرضاء جميع المؤمنين والمؤمنات، قولوا: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الذي له حق عليك أن تشكر له، حتى إذا كان حق جدا متواضع. فكيف بالإمام الحجة اللي كل ما عندنا منه أنعم الله عليه وأنعمت عليه؟ راجعوا مفاتيح الجنان، الزيارة الأولى المطلقة لسيد الشهداء صلوات الله عليه، اللي رواها الكليني في الكافي، والصدوق في من لا يحضر الفقيه، والشيخ الطوسي في التهذيب. المحمدون الثلاثة رووا هذا الحديث، والشيخ الصدوق يقول: هذه أصح الزيارات عندي. رواية معتبرة: إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، بكم تنبت الأرض أشجارها، كل شجرة تنمو ببركة الإمام الحج. هذا برهان في محل. كل قطرة تهبط من السماء، هذا ببركة الإمام الحج.
كل نفس نتنفسه هذا ببركة الإمام الحجة، كل صورة ذهنية تخطر في بالنا، كل علم نكتسبه هذا ببركة الإمام الحجة، كل يوم نقعد على مائدة الإمام الحجة، هذا أقل مظهر أو مظهر من مظاهر شكر المنعم أن ندعو. إذن في الواقع بحثنا في المحور الأول، لماذا الدعاء للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه؟ الجواب: أولا الدعاء للإمام الحجة كالدعاء لكل منعم، كما قرأنا في رواية الإمام السجاد صلوات الله عليه، يمثل مظهرا من مظاهر شكر المنعم وشكلا من أشكال شكر المنعم. هذا أول الشيء. الثاني في الجواب عن هذا السؤال، نقول الشيء الذي ورد في الأحاديث الكريمة إن لله سبحانه وتعالى أجلا موقوفا وأجلا محتوما، الأمور الموقوفة والأمور المحتومة. ويمكن بعبارة أخرى، لله تعالى لوحان، لوح المحو والإثبات واللوح المحفوظ. بعبارة جديدة لعلنا نتمكن أن نعبر بهذا التعبير، هنالك في هذا الكون قضايا حملية، ونظام الكون يدور حول القضايا الحملية، نظام التكوين، وهذه قضية مهمة جدا. إذا قضايا حملية ما كانت عندنا، النظام الكوني كان يختلف. الشمس تطلع غدا، هذه قضية حملية، ولكن إلى جانب القضايا الحملية عندنا قضايا شرطية. حركة التاريخ تدور حول محور القضايا الشرطية، تقدم الأمم، تقدم الحضارات، تقدم الأفراد يدور حول القضية الشرطية، قضايا الشرطية، وهذه القضايا الشرطية جدا مهمة. استمرد نطابق بين القضية الحملية ولوح اللوح المحفوظ، وبين القضايا الشرطية ولوح المحو والإثبات، هسه قد يكون بينهما عموم مطلق، عموم من واج، مو في هذا الصدد، أنا في صدد تقريب الفكرة. أنتوا إذا تزوجتوا تحصلون أولاد، إذا ما تزوجتوا ما تحصلون أولاد، هذه قضية شرطية. إذا درست واجتهدت تنجح، وإلا فلا، هذه قضية شرطية. حركة الحضارات تدور حول القضايا الشرطية. قضية ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه كما يبدو من بعض الروايات تدخل في ضمن الأمور الموقوفة، توقيتها مو أصلها. أصل القضية يقول الراوي للإمام صلوات الله عليه: أخاف يحدث البداء في أصل ظهور الإمام. الإمام يقول: لا، بداء ماكو، لأنه هذا من الميعاد، والله تعالى لا يخلف الميعاد. هذا حتم. أما التوقيت
يدخل في لوح المحو والإثبات، يدخل ضمن القضايا الشرطية، يدخل ضمن الأمور الموقوفة للمحتومة. فإذا دعونا الله تعالى يعجل في ظهور الإمام، إذا ما دعونا القضية تكون في حدها. أحد الخطباء في مكان في مجال آخر مو في هذا المجال كان يمثل بمثال جدا لطيف، ما كنت سامع هذا المثال، هسه هذا المثال من إبداعه، بعد ما طلعت قلت للي كنا معه هذا شيء لطيف كان جديد. كان قال أنه مثل بيت، البيت العمر طبيعي، مثلا هذا البيت طبق القواعد التي بني عليها والمواد التي استخدمت فيه له أجل محدد، يقول هذا البيت يعمر يعيش 200 عام، ولكن قد البيت يعيش 400 عام. ليش؟ لعمليات الصيانة، يجون يخلوا له أعمدة، يجددون بناءه، يسووا له تلحيضات، يعيش 400 عام. هذا فوق المنهج الطبيعي لهذا البيت. لو أنه مثل اليوم الصبح، احنا اليوم كان ممكن كلنا نكون الآن في الآخرة بهذه الهزة الأرضية اللي حدثت، هوايا احنا ضعفاء، بهزة واحدة ننتهي لولا أن رحمة الله تداركتنا، بهزة واحدة البيت اللي عمره يفترض أن يكون 200 عام يصير عمره 10 أعوام، والهزة الأرضية تجي وتدمر البيت. كان يقول الأشياء هالشكل، واحد يقطع رحمه، هذا المفروض طبق المعادلات الطبيعية يعيش 80 عام، يقطع رحمه، يغاضب أمه، يشتم أمه والعياذ بالله، يعق أباه، وإذا به عمره يتحول من 80 عام إلى 20 عام، وأحيانا يصل أرحامه. فتى عجوز في العائلة لا تضر ولا تنفع، واحد قربة إلى الله يروح يزوره أبدا ما يستفيد من ذلك. ويمكن أنه عندما كان واحد يقولون يزور عمته ما أدري منه، من أول ما يقعد كان له مقام اجتماعي كبير، من أول ما يقعد هاي عمته كانت تهاجمه إلى أن يطلع، عندها توقعات، ما كان مثلا يستجيب لتوقعاتها أو ما كان يقدر. فأدعم عندكم لا تضر ولا تنفع ولا تحل ولا تربط، واحد قربة إلى الله يزوره، هذا كان المفروض يعيش 80 عام، الله يسوي عمره 110 أعوام. هذا مثال البيت كان جديد علي، هسه ما أدري إبداع ذاك الخطيب أو شايفه في مكان. فالقضية هي أنه من الممكن أنه وفق المسار الطبيعي الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه يظهر بعد 1,000,000 عام، ولكن إذا دعونا وألححنا وتضرعنا وتوسلنا يظهر الإمام بعد عام واحد. هنالك رواية لطيفة، هذه الرواية مروية عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، وهي مذكورة في تفسير العياشي وفي البحار نقلا عنه. يقول الإمام صلوات الله عليه: لما طال على بني إسرائيل العذاب ضجوا وبكوا إلى الله 40 صباحا، 40 و70 في الروايات له خصوصية. الآن هذه الخصوصية هل هي خصوصية تكوينية؟ لا نعلم. مفتاح لشيء في الكون، مثل هذا الكود اللي تأخذون به مثلا فلان بلد 0 0 افرضوا كذا،
شنو هذا؟ هذا فد رابط تكويني احنا لا نفهمه، المهندس يفهمه. 40 شنو خصوصيته؟ شنو ربطه؟ يمكن أن تكون له خصوصية تكوينية لا نفهمها، لذلك المرتاضين يرتاضون 40 يوم. في الرواية عندنا من أخلص لله عمله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، أو هذا المضمون. بكوا ضجوا وبكوا إلى الله 40 صباحا، فأوحى الله إلى موسى وهارون أن يخلصهم من فرعون، لعله كان العبور عند ذلك، فحط عنهم 70 و100 سنة، هواية 170 عام. هذا الطاغوت عاش 30 عام، 35 عام تقريبا. شنو سوى؟ دمر، ما أدري، يقولون قتل 8 ملايين، 7 ملايين، أكثر. شنو فعل حقيقة؟ الأفراد اللي هناك بعضهم إلى الآن يعيشون حالة الرعب والخوف، فكان المفروض أن هذا العذاب يستمر على بني إسرائيل 170 عام أخرى، الله قللها عنها. احنا ما عدنا قضية العراق فقط، احنا في كل مكان عدنا مشكلة، مشكلة دينية، مشكلة أخلاقية، مشكلة اجتماعية. قلب المؤمن يتفتت في بلاد الشرق، في بلاد الغرب، مو فقط العراق. هذه القضايا، المؤمن الذي له ضمير وله وجدان. واحد ما عنده ضمير، ما عنده وجدان، مو كلام نفي، ولكن واحد اللي عنده ضمير، عنده وجدان، يشوف هذه القضايا، هذه المعاصي، فقر الفقراء في العالم، الأطفال الذين يموتون من الجوع. احنا كل يوم نقعد على المائدة، ما نفكر ايش قد فقراء في العالم لا يجدون حتى لقمة الخبز الواحدة، دينار ما عنده حتى يشتري به دواء، ويموت على أثر عدم الدواء. إيش قد أكو في العالم المشكلات الدينية، المشكلات الأخلاقية، النساء غير المحجبات، إرغام المؤمنات على عدم الحجاب في بلاد الغرب وفي بلاد الشرق، إرغام خلافا للمنطق، خلافا للدين، خلافا للإنسانية. هذه كلها تعتصر قلب المؤمن. الله حط عنهم 170 عام من العذاب. قال عليه السلام: هكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنا، فأما إذا لم تكونوا فإن الأمر ينتهي إلى منتهى. الله مقرر بعد 1,000,000 عام الإمام الحجة يظهر، بعد 1,000,000 عام يظهر. لازم مثلا 10 مليارات دعاء لتعجيل الفرج يكون حتى الإمام يظهر. يمكن الله يلغي هذه 1,000,000 عام. هذا الجواب الثاني. الجواب الأول: الدعاء للإمام مظهر من مظاهر شكر المنعم. الجواب الثاني: الدعاء للإمام يعتبر من العوامل المؤثرة في لوح المحو والإثبات. الجواب الثالث، طبعا هذا الجواب ما أتبنى أنا، أذكره على نحو الاحتمال، يحتاج إلى أنه واحد يحقق في هذا الجواب سنة حتى ينتهي إليه، ولكن نذكره على نحو الاحتمال.
الله سبحانه وتعالى صفاته الذاتية غير متناهية بالفعل على نحو لا متناهي الفعلي. صفاته الفعلية غير متناهية على نحو لا تناهي لا يقفي. ولعله الدعاء اللي يقول لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. شلون؟ هذا إشكال. كيف أنه الله يزداد جودا وكرما؟ كيف؟ لعله هذا يجاب بأنه بالصفة الفعلية مو بالصفة الذاتية، وإلا الصفة الذاتية فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى عدة وشدة ومدة، مثل ما يعبرون، ما إلها حالة انتظارية، لكن صفاته الفعلية قابلة لماذا؟ للزيادة. مثلا الله تعالى يخلق فرد خلية هالكبرات، فخلية زادت في مملكة الله سبحانه وتعالى. سمع علي بالتعبيرات العلمية. بعدين هذه الخلية تتحول إلى إنسان. هذا الإنسان كم نفس يجب أن يتنفس؟ كم طعام يجب أن يأكل؟ الصور الذهنية اللي الله تعالى يوردها على ذهنه كم صورة ذهنية؟ العلماء مقدرين أن الصور الذهنية اللي تتوارد على أذهاننا لو جمعناها إحنا كل واحد منا لكانت 90 مليون مجلد. فشي هائل. شوفوا الله خلق خلية، بعد هذه الخلية مليارات من الإفاضات أضيفت إلى مملكة الله سبحانه وتعالى. فلا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. لعله هذا يكون إحدى تفسيرات هذه الكلمة في الدعاء المعروف. فالله تعالى إفاضاته الفعلية غير متناهية على نحو لا متناهي ألا يقف. جيد. القابل وهو الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه تام القابلية. الفاعل تام الفاعلية والقابل تام القابلية. شنو المانع أنه بدعائنا للإمام الحجة الله سبحانه وتعالى يفيض فيضا جديدا من إفاضاته على الإمام الحجة؟ أكو مانع عقلي من ذلك؟ إشكال. هذا معناه الافتقار، أن الإمام مفتقر إلى هذا الفيض المتوقف على دعائنا. جوابان، جواب نقضي وجواب حلي. أما الجواب النقضي، الإمام الحجة صلوات الله عليه اللي هذه الثمرة خرجت بيمنه، وهذه الشجرة نبتت بيمنه، يحتاج إلى هذه الشجرة؟ لو الشجرة هي المحتاجة، الإمام يأكل هذه الثمرة فيعيش، الإمام يستنشق الهواء فيحيا، الهواء اللي وجوده ببركته، فصار الهواء له فضل على الإمام الحجة. شنو جواب هذا الإشكال؟ الإمام الحجة صلوات الله عليه حياته متوقفة ضمن المعادلات الطبيعية، إذا يعيش ضمن معادلات هذا العالم كما يبدو من الروايات، متوقف على استنشاق الهواء. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، أو النبي صلى الله عليه وآله
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إذا ما كانوا يأكلون من الطيبات ما كانوا يتمكنون أن يعملوا صالحا. عمل الصالح يحتاج إلى طاقة، والطاقة متوقف على الطعام. فشنو جواب؟ هل لهذا الهواء فضل؟ هل لهذه الثمرة فضل؟ هل لهذه الطيبات فضل؟ هذا الجواب النقدي. الجواب الحلي، دعاؤنا هو فيض من فيوضاته. احنا عندما نصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله، إذا فرضنا أنه على أثر هذه الصلاة، الوالد رحمه الله كان يقول النبي له نفرض في الجنة بستان كذا فيه من الثمار، عندما نصلي الله يضيف وردة إلى ورود بساتين النبي صلى الله عليه وآله. خو هذه صلاتنا فيض من فيوضات النبي صلى الله عليه وآله. من اللي جعلنا متدينين؟ من اللي هدانا إلى هذا الطريق؟ هذا مثل فد واحد بستاني يأتي يأخذ وردة من البستان ويهديها إلى مالك البستان. هذا الشيء من أملاك يهديه إليه، فله الفضل علينا في صلاتنا عليه. يعني في الواقع ذلك الفيض المتجدد في الواقع يعود إليه أيضا. فالجواب الثالث أنه بدعائنا محتمل، وهذا بحث أيضا في الصلاة أكو، أنه صلاتنا على النبي صلى الله عليه وآله هل تؤثر في رفع مقاماته أو تؤثر في رفع مقاماتنا إحنا الذين نصلي عليه؟ هذا فالبحث هناك. فهذا هو الجواب الثالث، أنه يمكن أن يكون هذا الدعاء. الأدعية المختلفة الكثيرة الموجودة في المفاتيح وغير المفاتيح، في القنوت، في غير القنوت، في أيام الجمعة، في كل يوم لمدة 40 يوما، أدعية كثيرة يمكن أن تكون مؤثرة في زيادة الفيوضات الإلهية للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع، الفوائد الطريقية المترتبة على دعائنا للإمام الحجة، والتي نذكرها في المحور الثالث إن شاء الله. هذا هو باختصار البحث الأول. أما البحث الثاني والثالث فنؤجلهما إلى وقت آخر. قبل نهاية الحديث نذكر مطلبين. المطلب الأول، أننا في هذا البحث استفدنا واعتمدنا اعتمادا كليا على كتاب مع نوع من التصرف والتبديل والتنقيح، على كتاب قيم جدا. حقيقة هذا الكتاب كنز مجهول ومليء بالمعارف، يعني كل صفحة منه مليئة بالمعرفة والمطالب المتعددة. وأوصي الإخوة وأوصي نفسي بمطالعة هذا الكتاب من أوله إلى آخره، وهو كتاب مكيال المكارم في فوائد الدعاء
للإمام صلوات الله عليه بلفظه الخاص الذي يقام لأجله. في هذا البحث وفي البحث القادم إن كان بإذن الله سبحانه اعتمدنا اعتمادا كبيرا على المعلومات الموجودة في هذا الكتاب. هذا المطلب الأول، وإن شاء الله ثواب هذه الكلمات يعود إلى مؤلف هذا الكتاب. المطلب الثاني، قضية الرابطة التي ذكرناها في بداية الحديث. إحنا بأي شكل من الأشكال يجب أن نقوي هذه الرابطة. هنالك أفراد في أوقات محددة، أوقات الضرورة، أوقات الشدة، أقروا هذه الرابطة، رابطة اضطرارية، فوجدوا فيها بركات. إحنا ينبغي علينا أن نقر هذه الرابطة على نحو الرابطة الاختيارية. يعني بعبارة أخرى، الانقطاع الاضطراري إلى الإمام هذه فيه بركات، الانقطاع الاختياري فيه نفس تلك البركات أو شبيه تلك البركات. أذكر لكم قضية واحدة وأختم بها الحديث. السيد محمد كاظم القزويني رحمة الله عليه، هذه القضية حدثت في عام 92 هجرية، يعني قبل حوالي 32 عام تقريبا، 1392. السيد محمد كاظم كان في كربلاء وكيلا من قبل الوالد رحمة الله عليه بعد هجرته. فمن الأشياء اللي كان يتولاها، كان يتولى شهرية الطلبة، كان يعطيهم الراتب. أنقل القضية على نحو الإجمال، فيها زوايا لطيفة. يقول في ليلة من ليالي الجمعة اللي كانت ليلة أول الشهر، بكرة أول الشهر، بكرة يجب أن الشهرية تعطى. بالنتيجة طالب العلم له عائلة، هو يمكن يكون زاهد في الحياة، لكن زوجته خب مو زاهدة. حتى إذا كانت زاهدة ما تحتاج إلى خبز تأكله، أولاده ماذا يفعلون؟ فبكرة أول الشهر وما كل مبلغ. وفكرت أن أستدين، ماكو واحد يداين. ذاك الوقت أجواء الإرهاب والشدة اللي الآن بعضها داين كشف. فكلما فكرت ما أجى في بالي حد، وأنا بكرة ما أتمكن أعتذر أقول أنه ماكو. بالنتيجة هذا التزام، واحد يجب أن يتقيد بالتزاماته. ففكرت أنه ماكو ملجأ إلا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، فكتبت مكتوبا للإمام الحجة. إيش قد هذه الحالة اللطيفة، عندما عدنا شدة، عندما عدنا مشكلة، مو أنه نفكر في فلان وفلان. لأقطعن، الله يقول، أمل كل مؤمل غيري. الأمور بيده، واحد يفكر في زيد وعامر وفلان وفلان، ما أقول واحد ما يفكر في الأسباب الظاهرية. أكو في الحديث لا تقولوا لولا فلان لهلكت، إذا فلان واحد ما كان يأخذ هذا الموقف أنا كنت رايح. هذا النوع من أنواع الشرك بالله، لولا أن من الله علي بفلان.
فبالنتيجة منة الله. دائما واحد يفكر في الله سبحانه وتعالى ولا يفكر أن هذه العوامل الظاهرية تصنع شيئا. إذا تصنع شيئا بإذن الله وبفضل الله، هذا دائما يجب أن يكون عندنا في قلوبنا حاضر عندنا. فكرت أكتب مكتوب للإمام الحجة، ما أدري إلى الآن كتبت مكتوب لو لا للإمام الحجة، كتبنا لو ما كتبنا. أنا أتذكر عندما السيد كاظم رحمة الله عليه كان معتقل في العراق، خطر واحد اللي يروح معتقلات العراق منو يطلعه؟ 8 ملايين أكثر أقل راحوا ما طلعوا، خبر ماكو عنهم. السيد كاظم كان مأخوذ بتهمة كبيرة، عالم رجل دين إمام جماعة يعطي شهريات للطلبة وكيل مرجع من المراجع، هاي التهمة واحد ما ينجو منها. أنا أتذكر واحد من أنجاله كل يوم في الكويت عندما كنا كان يكتب عريضة للإمام الحجة، وكان يروح إلى البحر، وربما أنا أيضا كنت أكتب وياه، نكتب ربما هذا حولي، بس كنا نذهب إلى البحر ونلقي المكتوب في البحر. الله فرج عنه وعاش عمرا طويلا بعد ذلك. فكرت أن أكتب مكتوب للإمام الحجة، كتبت للمكتوب للإمام الحجة بس ما أدري العبارات مضمونها. أيها الإمام، إذا قضية بحر العلوم صحيحة، أكو قضية بحر العلوم أنه كان في مكة واحتاج إلى المال وتوسل بالإمام الحجة، المهم القضية المعروفة، والإمام أوصل له المال في تلك القضية. إذا هذه القضية صحيحة، أنا الآن أيضا تعرضت لموقف مثل موقف بحر العلوم، وإنتوا ابعثوا لي هذا المال. كتبت هذا المكتوب وأتيت إلى حرم الإمام الحسين صلوات الله عليه وألقيته في الضريح. المهم رحت بالليل، نمت ليلة الجمعة بكرة أول الشهر بعد صلاة الصبح، وإذا بطارق يطرق الباب. المبلغ اللي كان مطلوب كان حوالي 1000 دينار، وذاك اليوم كان مبلغ جدا كبير. بعد صلاة الصبح إذا بطارق يطرق الباب، فتحت الباب وإذا به تاجر من تجار بغداد. المهم تفضل، ما أتذكر أنه دخل أو ما دخل، قدم لي شيئا. قلت له شنو هذا؟ قال إجا في بالي أنه أجيب لكم هذا المبلغ. فيقول فاعترتني حالة عجيبة، قلت خاطبت الإمام، أيها الإمام ما انتظرت حتى تشرق الشمس، قبل شروق الشمس أوصلت المبلغ. أظن هذه القطعة ما متأكد منها، أنه على أثر تغير حالتي. التاجر قال ليش تغيرت حالتك؟ فنقلت له القضية، فأخذ التاجر يبكي أنه الإمام الحجة صلوات الله عليه جعله وسيلة لهذا الفيض. هذا الفكر ألقاه الإمام في ذهني، أكفت بحث مفصل في هاي الأفكار اللي تجي في ذهن، هاي الأفكار كيف توجد؟ هاي الأفكار كانت معدومة، نحن خلقناها، فاقد الشيء لا يعطي، منين اجت هاي الأفكار؟ هل هنالك جهة تلقي هذه الأفكار؟ وأكو بحث أيضا مطول حول الدعاء، الدعاء ماذا يفعل؟ من جملة الأشياء التي يفعلها الدعاء يلقي الطريق في ذهنكم. أنت تدعو لله تعالى أن يشافيك، هذا إلا بحث مفصل وله أمثلة وشواهد. فد مرة يجي في ذهنكم أن تراجعوا فلان طبيب، من اللي ألقى هذه الفكرة في أذهانكم؟
أنتم تظنون أنه العامل عامل طبيعي، لا، هذا أثر ذلك الدعاء، أثر هذا الدعاء، إلقاء هذه الفكرة في ذهنكم اللي تتوجهون إلى هذا العامل الطبيعي، فهو أثر الدعاء في الواقع. على أثر هذه العريضة، وإذا هذا التاجر هسه ما ندري شلون فد مرة يجي في ذهنه أن يذهب ويعطي، يقول حسبت المبلغ وإذا به 1000 دينار بالضبط. إحنا هذه الرابطة لفوائدها الموضوعية، أولا الفوائد الموضوعية أهم، ولفوائدها الطريقية في المرتبة الثانية. يجب أن نقوي هذه الرابطة مع الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه بمختلف أشكالها، وشكل من أشكال هذه الرابطة أن ندعو للإمام في كل صباح ومساء. فنقطة لطيفة نقلها لأحد الإخوة عن أحد العلماء، يقول العالم طرح بعنوان السؤال، قال في دعاء الإمام صلوات الله عليه، الإمام الحجة يخاطب جده الإمام الحسين صلوات الله عليه، فلأندبنك صباحا ومساء. كان يقول ذاك العالم طرح عليه أنه هل يستفاد من هذه الجملة أنه يستحب أن نندب الإمام الحسين صباحا ومساء، ولو بمقدار أنه واحد عندما يقوم من النوم يقول وحسيناه، وبالليل يقول ذلك، من باب أن الإمام صلوات الله عليه أصالة الأسوة جارية في أعماله. إحنا نحاول أن ندعو للإمام المنتظر صباحا ومساء، ونحاول أن نذكره في كل قنوت. الله تعالى يقول فاذكروني أذكركم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات، بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.